أهلا وسهلا مشاهدينا، نكمل هذا الدفق الصباحي الحيفي جزئية أخيرة من الساعة الأولى. أعز مكان في الدنيا سرج سابح وخير جليس في الزمان كتابه. لا زال الكتاب هو خير جليس في هذا الزمان. عندما يرتبط الكتاب بكاتب شق طريقه وانتقل في فضاءات عالية وحلق في أكثر من سماء، معروف الكاتب السوداني مميز أينما كان وأينما حل. اليوم معنا شخصية مميزة جدا، نخليها تفصح عن نفسها وعن كل التفاصيل الحياتية بصورة مبسطة كذا، والرحلات الخارجية وتأثير الكتابة عليه في دول المهجر. سعداء يكون معنا الروائي العالمي السوداني الدكتور صلاح البشير. أهلا وسهلا، صباح الخير. صباح النور صلاح البشير، من أهلكم ناس السودان ديل، طبيب بيطري في الأساس، ضل طريقه إلى الأدب. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا بكم، ونسأل الله أن نكون خفافا على المشاهدين بإذن الله. بيقولوا دائما يعني أنه الفنون قيمة جمالية كبيرة جدا في حياة الناس، وإذا عاوز تشوف كيف تطور ناس معينين، كيف مستواهم، كيف تفكيرهم، فعيل الفن عندهم لمستوى الأدب والثقافة. دكتور صلاح، الفنون كقيمة جمالية في حياة الناس. يعني ما ذكرته صحيح 100%. إذا أردت أن تعرف يعني قوما، يجب أن تعرف فنهم، لأنك بذلك حتعرف نشاطات كثيرة وكيف يعكسون ما يتعاملون به يوميا. الفن بكل ضروبه متخيل، ليس بالضرورة أن يوازي الواقع 100%، ولكنه في الغالب يعني يساهم إلى حد كبير في بناء المستقبل. من هذا يمكن أن أتت هذه العبارة، والسودان بتنوعه الثقافي وتنوعه البيئي وتنوعه الإثني يعني مصدر قوي جدا جدا للإبداع، ويمكن أن تتبنى ملايين الأفكار وأن تصهر إلى الناس بشكل أفضل. السودان يستحق أن يكون معروض إلى العامة ويعرض نفسه بشكل أفضل. هذا يحتاج منا إلى بعض العمل، ويحتاج أيضا من الدولة إلى كثير من العمل. جميل. السودان باختلاف تفاصيله المختلفة، سحنات، لغات، لهجات، كذا، هو شكل الدكتور الواعد والجميل في كتابات عموما الأدبية. لكن أن تنتقل هذه الكتابات إلى الخارج وأن يكون هنالك جو غير جو السودان، كيف طعم الكتاب والإحساس قد يكون خارج حدود الوطن، وشنو المنتوج اللي قدرت أنك تنجزه في خلال الفترة دي؟ يعني بكل أسف نحن نعيش حيث لا ملة لنا ولا لسان، نعيش خلف الأطلنطي في الساحل الشرقي للأطلنطي. أنا أقيم في الولايات المتحدة الأمريكية وبعيد جدا عن الوطن، لا لسان لي يتحدث بلسان أعوج أو أعجمي مع الآخرين، ولكن يعني كثير من الثقافات استطعنا أن نتعامل معها وأن يعني بشكل أو بآخر نتأقلم على هذه المسألة، وأضافت لنا كثير جدا جدا. ولكننا في المنافي نعيش بين هنا وهناك، دائما نحن هناك نعيش على أساس أن نحن سودانيين، نعيش كل ثقافتنا السودانية هناك، ثم نأتي هنا ونتذكر بأننا سنعود مرة أخرى، وبالتالي نأخذ كثير من الشجن إلى هناك. من حيث الإضافة أضافت كثير جدا التجربة الإنسانية عموما، يعني كلما أنت تقدمت في السن وتقدمت التجارب بتاعتك وتنوعت، أكسبتك الكثير جدا من الخبرات الحياتية التي يمكن أن تعبر عنها بشكل إبداعي. طيب دكتور، أنا كنت أقصد أنت عشت خارج حدود الوطن بكثير جدا من التفاصيل ذكرتها أنت، لكن ما بين السطور، كيف عاش دكتور؟ كيف عشت أنت دكتور صلاح البشير، يعني المنجز الثقافي والأدبي، نتحدث عنه قليلا؟ أنا كنت في الفترة بتاعت في فترة حياتي كلها كتبت، نشرت الحقيقة عشان يكون هناك فرق بين ما كتبت وبين ما نشرت. نشرت حوالي 9 كتب، 8 روايات، كلها تتحدث عن السودان، فيما عدا رواية وحيد وروايتين الحقيقة شاركت فيها بلدين آخرين. يعني عندي مصرية في السودان، كانت رواية ما بين مصر والسودان،
وعندي أحلام من أغبية المنافي، كانت مشاركة ما بين الولايات المتحدة الأمريكية والسودان. ديل الاثنين اللي شاركوا فيهم دول أخرى. الستة أعمال الأخرى كانت كلها سودانية صرفة. وجود خارج البلد بيستدعي الشجن دائما، وأنت تجلس لتكتب. فكانت أولى الروايات التي نشرتها في عام 1998 وأنا في المملكة العربية السعودية، نشرت رواية أولا وأخيرا. هذه الرواية على يعني رضا الناس عنها، لكنها بكل أسف تنبأت بفصل الجنوب، وتم فصل الجنوب في عام 2011. لا نريد أن ندخل في هذه المسألة، ولكن دي كانت سمة هذه الرواية. بعدها كتبت حديقة بلا سياج، ثم المجنونة التي عشقناها. المجنونة التي عشقناها هي رواية تتحدث عن كرة القدم السودانية، ولا تتحدث عن الملعب، تتحدث عن المجتمع. المجتمع كيف يدير هذا المجتمع كرة القدم والرياضة بشكل عام، وما كيف يتعامل هذا المجتمع مع بعضه البعض. وهذا المجتمع مجتمع اقتصادي، الناس غافلة عن ذلك، لأنه تصرف عليها أموال كثيرة جدا صحيح. جدا. وهذا المجتمع الاقتصادي عنده طقوسه الخاصة التي لا يعرفها إلا الرياضيون. لذلك حين يلجه شخص لا يعرف عن الرياضة شيء يتوه، ولا حتى لو كان لديه استراتيجيات للعمل، إذا لم يدرك هذه اللغة التي يتعامل بها هذا المجتمع لا يستطيع أن يلجه. بعدها كتبت المبروك، ثم الإنداية قصة الأقنان والعبيد. وهذه الرواية تم حظرها بكل أسف، لكن هذا الحظر جعل عدد قراءها يصل إلى أكثر من 200,000 قارئ، وأضاف لها الحظر أكثر مما منع يعني. بعدها مصرية في السودان، ثم ضل الكرقة. وضل الكرقة لها ميزة وكثير من الخصوصية أنها تتحدث بلهجة الشايقية، والكرقة هي الراكوبة، فضل الكرقة هي ضل الراكوبة، لكنها تتحدث في عن مجتمع الشايقية ومجتمع قبيلة الشايقية، وحتى الحوار كله باللهجة الشايقية. يعني هي حتى في الكلمات باللغة العربية الفصحى هي مباشرة وبسيطة يعني، نعم ليست باللغة نعم العالية. أنا أتعامل بلغة هجين في نعم بعض الروايات التي توجد بها لغة عامية، اللي هي متن النص بيكون باللغة العربية الفصحى، ثم الحوار بيكون بالمحلية. نعم، وتنتقل قريب إلى المحلي. نعم، المحلية بشقها، إما زي الخاص باللهجة الشايقية أو زي لغة الراندوك ولغة الروشنة في مصرية في السودان، نعم، أو زي اللغة العادية النيلية في المبروك، أو زي لغة أهل الشمال في الإنداية. نعم، تزور الآن السودان هذه الزيارة اللي الأخيرة وأنت الآن موجود بيننا، هذه المشاهدات الآن وأنت في السودان حدث التغيير أيضا، يعني نفاخر به الثورة المجيدة وذكرها، كل هذه المشاهدات وأنت الآن موجود في السودان تتابع ما يحدث على كل المستويات وعلى كل الضروب، على المستوى الثقافي حتى على المستوى الاجتماعي أيضا، هل تستدعيك هذه المشاهدات للكتابة أم هناك أفكار تأتي؟ أولا أود فعلا أن أفاخر وأن أعبر عن إعجابي وتقديري لهذه الثورة المجيدة التي قامت في ديسمبر الماضي. ليس هذا فحسب، وإنما أسوق يعني أعظم التحايا للجيل، لهذا الجيل الشاب الذي قام بهذه الثورة. وحقيقة يعني لست أدري كيف أعبر عن هذا الجيل. إذا كان هنالك أمل لهذه الثورة أن تصل بنا إلى مرسى آمن، فهي على يعني
عاتق هذا الجيل. هذا الجيل يجب أن يحرص ثورته إلى نهايتها وإلى منتهاها. يجب أن تصل هذه الثورة التي أدهشت العالم كله وجعلت رئيس وزراء أو رئيس دولة بقامة فرنسا أن يتحدث عنها بكل إعجاب داخل الأمم المتحدة. يجب لهذا الجيل أن يحرص ثورته حتى النهاية وأن لا يسمح إطلاقا بأي تراجع. هذه واحدة. الناحية الثانية، ما أفضت إليه هذه الثورة هي روح جديدة مختلفة تستدعي التفاؤل. هذا التفاؤل نستطيع أن نقول بأمل كبير وتفاؤل كبير أن هنالك تغييرا سيحدث في كل مناحي الحياة، لكن هذا التغيير يحتاج منا إلى كثير من الصبر والعمل والبعد عن الفوضى. ماذا عن تفاعلكم الفني هنا؟ يعني الفني، فنيا أنا لدي الآن رواية أتوقع إن شاء الله إذا من رب مد في الأجال أن تنشر العام القادم إن شاء الله، اسمها دماء على جذع النخلة. هذه الرواية الحقيقة ليست عن الثورة ولكنها ستستصحب بداياتها. أنا وأود أن أتحدث عن الثورة في رواية مختلفة، أن أشرح المسألة دي في رواية مختلفة، لكن نريد في الأول أن نوطن هذه الثورة وأن تستمر وأن ننتقل من الثورة إلى البلد الناجح وليس البلد الفاشل الذي كنا فيه. وبحسب تخصصي كطبيب بيطري في سلامة الأغذية، سلامة وتقنية الأغذية، أستطيع أن أقول إنه بقليل من الإدارة الجيدة يمكن للسودان أن يكون ماليزيا أفريقيا خلال 10 سنوات بإذن الله، وهذا ما نتمنى. نحن قادرين جدا على وجودك معنا، وإن شاء الله تمشي وتجيب السلام. إحنا عرفنا إنه طيارتك إن شاء الله 4 ساعة 4، إن شاء الله تمشي وتجيب السلام. مقدرين جدا على الإضاءات اللي قدمتها دكتور صلاح البشير الروائي العالمي السوداني، كتر خيرك. شكرا لكم، وأعمل أن تكون هذه السانحة خفيفة على المشاهدين، ونلتقي إن شاء الله على خير قريبا إن شاء الله. بإذن الله. بإذن الله. محتاجين لكثير جدا من المساحات التوثيقية معك عشان ما نجي في محطات كثيرة. نعمل إنه تمشي وتجينا بألف السلامة إن شاء الله، ونلتقي مجددا ونشوف كل الموضوعات وكل الوقفات المحتاجين نجيفها معك. شكرا جميلا. نتواصل معكم مشاهدينا الأعزاء عبر صباح الشروق بعد الفاصل، نعود لنستكمل الساعة الثانية.